أكل سلطة بيضة واشتغل جرسون. أسرار في حياة رئيس الإمارات محمد بن زايد. كلنا عارفين قصة إن محمد بن زايد إنه من أغنى أغنياء الإمارات، وده مش غريب على شخص أبوه كان الرئيس الأول للإمارات. يعني محمد بن زايد كان عايش في غنى ونغنغة ما وردتش على حد. لكن قليل اللي يعرف إن محمد بن زايد رئيس الإمارات أكل أكل بايظ واشتغل جرسون في مطعم. تلاقيك مستغرب وتقول ابن الزوات ده والملوك ياكل أكل بايظ ويشتغل كمان جرسون؟ لا ما تجيش دي. لا يا سيدي، الإمارات زمان كانت دولة فقيرة، وكان أهلها عايشين جوه بيوت من الطين، ومعظم الأهالي ما كانوش متعلمين، لدرجة إن كان نص الأمهات وقت الولادة بيموتوا بسبب إن ما كانش فيه دكاترة. ولما جت الخمسينيات اتولد محمد بن زايد سنة 1961، وكانت الإمارات بدأت تخرج من الفقر بعد اكتشاف ثروة البترول والنفط. صحيفة نيويورك تايمز عملت تقرير حلو كده بيتكلم عن جوانب مثيرة في الحياة الشخصية لمحمد بن زايد النهيان، وكانت واحدة من ضمن الجوانب المثيرة دي إن الشيخ زايد مؤسس الإمارات ربى ابنه محمد إنه مش كل حاجة هيعوزها هيلاقيها، ومش عشان أبوه رئيس الإمارات هيعمل اللي إحلاله. يعني أبوه كان بيشد عليه عشان عظمه ينشف، عشان هو اللي هيدير من بعده حال الإمارات. المهم محمد لما وصل 14 سنة أبوه الشيخ زايد بعته للمغرب، أهو يبعد عن الإمارات وجو الرفاهية اللي عايش فيه ده، ويتحمل المسؤولية ويتعلم هناك في مدارس المغرب. رغم أن الشيخ زايد كان عارف قد إيه أن التجربة صعبة حبتين، قرر أنه يدي لابنه محمد بن زايد جواز سفر باسم مختلف يخفي هويته، عشان لما يروح هناك ما يتعملوش حساب أن ده ابن ملك ويتعامل معاملة خاصة وشغل المحسوبيات ده يظهر. فعلا محمد بن زايد كان طفل ولا ليه حول ولا قوة، وما كانش قدامه غير أنه هو يسمع كلام أبوه. سافر المغرب، وهناك ما كانتش الدنيا وردي، كان واخد مصروف على قده وما كانش بيكفيه، فاضطر من هو صغير يروح يخبط على أي باب مطعم للشغل يوم ورا يوم، وأخيرا قبل في مطعم واشتغل جرسون. كان بيعمل أكله بنفسه وبيغسل هدومه، وما كانش تقريبا عنده صحاب يهونوا عليه اللي كان شايفه. في يوم محمد بن زايد كان جعان جدا جدا وما كانش فيه أكل، فكان فيه في التلاجة سلطة أو تبولة، وكان بياكل منها من يوم ورا التاني لحد ما عملت فطر عليها على أساس إنها بدأت تتحلل وتتعفن، ما هو بقالها كتير مركونة. مش بس كده، ده كمان كان بيقضي الصيف في مدرسة داخلية في اسكتلندا اللي معروفة بطقوسها القاسية، زي الإجبار على إنهم يستحموا بالمية الباردة. كل ده سبب وكفيل إن محمد بن زايد يبقى رئيس إمارات ناجح سعى لتغيير الإماراتيين في إنه خلاهم يعتمدوا على نفسهم، فنظم الجيش وخلاه يتدرب على نظام قيادة الأصعب في الوقت على أغلب الشباب في الإمارات اللي عايشين حياة الرفاهية، وخلى المصارعة اليابانية تدخل المدارس، وأكبر الشباب في الإمارات إنهم يدخلوا الجيش كلهم بلا استثناء، وعلى إيده الإمارات بقت أهم الدول العربية في كل المجالات. فالتربية القاسية من والده خلته شخص مسؤول نفع بلده.